خلطنا الراس المجبد انا لقينا الموس مجابد وبانوا لي السرود سنحات كيف الياقوت في الليل ضلوا عليه بلادنا بلادنا بلاد المواسم والخيل والبارود عيوط ومكاحل خلاوها جدود شفين جات لارجل هالكويلون فين شي جوجة طلع الحنوين شفاش كبير ولا صغير لا احنا احنا فلان كويلو كويلو فايت كيلو هذا ها داك بارك بارك زيد هذيك وحده قد قد اكبر شكارك شكارة كبيرة هذيك اللي فيها اللوان سيري هذيك جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعون عشرة أو كيلو يلا في عشرة أوكي خرج 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 بارك بارك أتشر وطا رشا شوي يدك وحده وحده ها يا خو دعافه بور عطيني التيزع شد سير سير عندك جي ثاني غدا انا بريت كل يوم بارك اه وزيان سير ابو سير درك بخير دابا مبارك الموسم بلاش منج ماشي موسم ما كاين موسم والو موسم خاصك تبدا مع الصباح من الصباح وانت معرقة من الصباح وانت معرقة برك شوف برك ويني الشفنج لا تقرب لي بسم الله شد هاتاي وحده الشفنج راه سخون يعود يسرقك شد لي نود لك فوجك خلاص هذا تبارك الله راه اللي مصوح حاد كاع انا راه رويده هذه ماشي شمن ركب الموقد هذه تجيب ليس ديال الشفنج سولتو على الزيت ايوا قال لي داك الشيء منقي شي علاش انا سير عن لوحو نصيفط بحال اللوحو رايح راه ان شاء الله بشي راه زوري العونات راه صحيحه مشات شنو هي زوري العونات راه صحيحه مشات راه صحيحه مشات دابا سبحان الله شحال من موسم كاين في بلادنا والموسم إلا ما كانوش فيه الخيل ماشي موسم والخيل سبحان الله شرفها الله وماليها عندهم واحد العلاقة بالخيل ما يعلم بها إلا الله والخيل تهي مع ماليها سبحانك يا خالق والعود كاينين ليقات كتار كيعرفوهم الخيالة والعود ما كيعرفو عير مولاه والخيل كيعرفوه الناس اللي كيتفرجوا وكيعرفوا قيمة العود والناس اللي مولوعين بالخيل كيتبعوهم
وكيتفرجوا فيهم وكيعزوا عليهم مني انا وجبد. هذاك الصباط اللي كيلبسوا الخيال ما عرفوش سميته، والكحلة كيفاش تتعمر الله يعلم، والعود كيفاش تكيتشرج ما عرف. وليد سميتك الوليد محمد الكنيه ديالي. مرحبا سي الوليد. هاد دابا هاد اللي قال لي سيري لجم فيها الدري سميتها هذا برقي كحل الركابي. برقي كحل الركابي. كحل الركابي هكا كيبقى؟ لا هكا لينا الشعر ديالو ديال القطب كحل. اه شواطه كحله ركابي كحلين. اه برقي كحل الركابي. كحل الركابي هذا هذا كيبقى في هذا اللون يبقى في هذا اللون ديالو. عنده جلابه وحده. جلابه وحده ثلاث. وهذا الوليد برقي محروق. برقي محروق. برقي محروق ما هوش بحال هذا. لا هذا ما بين هذاك والدهم ما بين الكحوليه والبرقي الصفوري. هاي هذا برقي وين شفتو هذا ما عندوش العرف. هذا باقي صغير. شحال تكون في عمره درك؟ تكون في عمره نفرو ونقول لك شحال في عمره. تفرو هي تقلب لي سنانه. تقلب لي سنانه. زيد سيدي فرو. هذا رباعي. رباعي عنده اربع سنين. لا رباعي اي الخامس هو اللي فيه يجمع. صافي نهار يدير خمسة سنوات كيجمع. كيجمع ويطوي. يقولوا جامع وطاو. جامع وطاوي. جامع وطاوي. يلا تعالى. وهذا اللي كحل. لا هذاك باقي زرق. يخرج زرق هذا. كيفاش زرق؟ اه زرق غادي يبيض. مازال يعود فيه البيض اكثر من الكحل. البياض يعود اكثر من الكحل. ايه. واش كيتسمى؟ يتسمى زرق من الاول هذا. زرق؟ لانه ملي توصل هاد الشواطه ديالو وتصيف فيها البيض وتصيف ذاك الشعوط البيض راه غيبيض. عاد البيض راه غادي يبيض. هذا كيتسمى ازرق. ازرق. الوليد وهذا اللي كحل غر. هذا هو الدهم. الدهم هذا هو الدهم. هذا هو اللي كيقولوا عليه كيجري من الظلام للظلام للظلام ياك. ايه ها ها هو هذا كحل غر. كحل غر هذا كيقولوا دهم. اللي يكسب لي دهم ما عمروش شوف الهم. كيفاش كيقولوا الوليد؟ كيقولوا اللي يكسب لي دهم ما عمروش شوف الهم بجاه الله ورسول الله. اللي يكسب الهم. اللي يكسب لي دهم عمرو ما يشوف الهم. الله يحفظك. ووجد الدرهم وما كاينه هي دايم الله وديس. والله ما كاينه. الله يحفظك. اضربها بالشعير والجمح وجميع منكم ما كاينش اللي ندرقوا على وجهه ولا الجم الدهم ولا عليك. وطلع الليل مش غادي يتفرج ان شاء الله. الله يحفظك. وبجاه الله ورسول الله. الله يعاونك ابو. والله يحفظك. هاد القهوه المقدم هذا برقي سليماني. هذا كيسميوه برقي سليماني. برقي سليماني. سليماني علاش زعما كيسميوه سليماني؟ حيت احمر متصول. احمر متصول. متصول هكا. وهذا كيجري مزيان دابا هذا. لا كلهم يجريو. كلهم يجريو. يجريو وجيد. اما الدهم راه كاع ساك منهم كاملين. الدهم هو الجيد. هو الواعر في الجري. صافي كيجري قلنا من الظلام حتى الظلام. سيرت الوليد نعم اسي تكبر مع الخيل
ياك نعم. ها هاد العود بيض شي يقولوا لي هذا كان زرق. كان زرق؟ ايه. كان زرق في الجري ولا زرق في اللون؟ لا زرق في اللون. ها زرق في اللون. كان زرق في اللون. زرق في اللون. دابا شتو بياض؟ دابا قمره ولا قمري؟ ولا قمري. زيد وغيبقى على هاد اللون ولا يعاود؟ لا مازال يبيض، مازال هاد الشيء ما يبقاش فيه. دابا هذا هو اللي كنقولوا غيولي في ثلاثه جلال. اكوا كل عام العام الاول اش من جلابه كتكون؟ جلابيه زرقاء. جلابه زرقاء زيد عاود حط ريال. كتولي حط الريال زيد من حط الريال يبدا يقمري صافي. وتاش من عود عزيز عليك؟ العود اللي عزيز عليك اشنو؟ انا عزيز عليا اللي لحق. عزيز عليك العود اللي لحق اللي لحق زين اللي لحقك عند الخزان ويخرج والسلام. تبارك الله عليك سيدي. الله يرضى عليك زيد. اش اش بوريك العقد هذايا؟ هذا الوليد هو اللي كيقولوا لي العود ديال هنا طاح الريال. حط الريال. كيفاش؟ حط الريال. صحابه هنا طاح الريال. لا طاح الريال هذوك اللي باش يشطحوا فوق الارض. صح اللي بغاو يشطحوا فوق الارض هما اللي كيقولوا هنا طاح الريال هنا نلعبوا عليه. السلام عليكم. هذا هنا طاح الريال هنا حط الريال. حط الريال. علاش سموا حط الريال؟ حط الريال قبيله كان زرق ذاك العام دركوا هالريالات. كيفاش؟ هالريالات هادو هما الريالات. ها هما كيقولوا بحال هادو هما الحطه بحال الحطات الريالات بحال مرشومين عليه. هذا مرشومين بالريال يعود البياض اكثر من الكحل. وغادي يبقى على هاد الليقه ولا غيتبدل؟ غادي قمري. مازال يولي قمري. مازال يعود بيض. تا هو في جلالب. تا هو في جلالب. تا ما كتشري جلالب شري عاود. لا نشري جلالب انا في الاول اللي بغيت نلبس. الله يعطيك الصحه. الله يسر. الله يعاون با. اركوب طاعه ونزول. نزول العز. الا كان تسليم. الا كان تسليم. كنت مسلم. الا سلمتي؟ الا سلمتي راك تنجح ما مسلمتيش راك ما تعلمش العلامه. تبارك الله عليك با. دابا هذا الوليد هو اللي غيولي يتسمى الزرق. هذا زرق العود الزرق. العود الزرق هو هذا من بعد يقمري صافي. عاودي الزرق بالجامو مهرس الحجر بقدامو زعما مي مي. عاودي الزرق بالجامو. لا لا تدير لك كاين شي حاجه كبيره. غراب. دير غراب ولا سطله. سطله واعره بزاف. علاه سطله؟ ما نبقاو نضربوا هنا تنسى. سطله كبيره الدراري خاصهم دقيقه نبقى نعمروا هذا سطله نعمروا لها في السطله. ماك ما تخلصش. ما تخلص حرام عليك. هاك اخويا هاك هو حبيب الشطار يطلق. زيد اودي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. براسك. لا تندوق هنا بالله. دوق اخويا. وشكلا. ما كتعرف الطيب. الله يهودي الله باش هو مشى. الله يكرمك اودي. الله يحفظك. الله يحلو بالله. الخيل يا الخيل والخير يا الخير. الخيل والخير فيهم العين كتحير. الخيل صربة صربة مواتيهم الرمى والطلبة. العلام فوق العود يعجب مزين وبركبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. فين الشيوخ ديالكم أصحي؟ موجودين. فين؟ ها واحد ها واحد. عندكم جوج؟ جوج وعندنا ناس اخرين في كاع المناطق راه حنا كنتشيخوا عليهم. الناس اللي مأصلين وقدام في هذه المنطقه راه كنمشيو نتصبركم منهم يدعوا معنا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام شريف. اش اخبارك؟ كلشي بخير. الوالد كي داير؟ بخير. مزيان بخير صافي. حزمتي؟
يلا صوبنا 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 صافي ناضي ناضي دابا ديريك للمحرك ان شاء الله من هنا للعود من هنا للعود يلا سير ايوا كل العودين سي بن صالح ديال من هاد البلغه الكبيره هذا ديال المقدم ديال الشرش هذه شنو هي كربوك هذا تماك هذا تماك ماشي بلغه لا تماك لا بلغه قلت بلغه كبيره لا تماك هذا ها تماك تماك خاص بالعود خاص بالعود خاص بالعود زعما كنركب في الركابه هذا كيدخل في الركابه ديال الشرج ما تقدرش تركب عام صنداله وتطلع للعود لا ما كي... ولا بدا من تماك لا بدا هذه التورات ديالنا خاصنا نتبعوها دي التورات ديالنا هذه هادشي من البداد الجداد هادشي الجداد نوباتنا وهذه الاول ماشي يلا بغينا نبداو فيها يلا زيد سيدي راه قول لي هذه اش نقولوا لها قول مره كنبداو لا هذه 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 القلاده القلاده اييه هذا اللي قلتي لي الفاس هذا هو الجيم هو الفاس جيم وكتقولوا لي الفاس كنقول هذا الفاس هالجيم هذا هو اللي كيشد لنا العود العود هذا هو فرين امان هذا هو فرين امان هذا هو الفرين ديال العود هذا هو الجام ديال العود الا تقطع هذا خرجتي في الفراجه لا ما كاين باه سلام يا سلام سلام يا سلام العود دهرو سالم واخا سيدي قلتي لي هذه سميتها بلاده القلاده ايه هذه هيده هذا قلتي شنو دير العوان هذا هو هذا الدير والعوان تحتو هذا العوان كيعاونو كيعاونو باش باش لا تقطع هذا يبقى هذا إلا تقطع هذا كيبقى هذا تقطعوا بجوج بقيتي انت بقينا في سبيل الله في الله العود سالم ما طرى حتى حاجه العود سالم سالم عمره ما طرى لي شي حاجه عمره مو العود ما طرى لي شي حاجه الحمد لله والشكر لله كطيح ما تنوض بخير لا طحتي من فوق حمار ما تنوض العود تنوض إلا طحتي من فوق الحمار ما تنوضش رحمك الله زيدت ولا طحتي من فوق العود عزك الله إلا طحتي من فوق الحمار رحمك الله طحتي من فوق العود عزك الله ونصرك زيدت هذا سميتو هذا الحزام هذا الحزام ديال العود من تحت كرشو وكيتجمع مع هذاك كنديرو من الصدر ماشي من الكرش كنديرو من الصدر من الصدر من الصدر ديال العود باش ما يضروش في كرشو كنديرو من الصدر من الصدر من الصدر هذا محزوم معاه محزوم معاه كيولي هذا سميتو الشرش كامل السناح كامل هذه اش يقولوا ليها هذا الزيف هذا الدجاجه هذا كيتسميو اش كيتسميو الدجاجه هذا فروج ولا هذا الزيف هذا اللي تحت الزيف هذا تسمى كيتسمى الزيف هذا هو فم العود هذا هو فم فم العود هذا هو فم السناح كيطلع المقدم قدام يبرك هنا يقرد كيطلع من هنا كيدير رجلو من هنا ويطلع من فوق هذوك الحديدات اش يقولوا لهم اللي كيكونوا هنا هذو الركابات ماشي حديدات ركابات حديدات هذو كانوا في الجهاد واني هذوك حتى هما باش كيتهمز بهم كنهزو بهم العود دابا شنو من الحوايج اللي خصك تلبس خصك تلبس اول مره تلبس سروال سروال وتلبس قفتان زيد قفتان وتلبس الحيك حيك ودير ومن فوق الحيك ودير العصابه العصابه زيد من فوق الحيك زيد قيل الحزام شريف قول لي انت واش عمرك كنتي كتبورد وخرجتي عند الفراجه لا والو ايوا كاين الهي هذيك تراث مغربيه وكما قلنا يتسائي وخا حنا عندنا واحد الطريقه اخرى الا تقطع لك هذا الجام وكنتي غادي كتقدر تشد العود من ودنه الا شديتي من عندنه تفرانيه كيفراني الفران عنده في ودنه في ودنه العود يسمع وبنادم ما يسمعش سبحان الله العظيم هذه حكمه اخرى الا قطع لك الجام تلاح الودن العود هنا كيفراني ولا ما لحقتيش لي ودنه كتلحق عند الفراجه دار يفرغ الله تعالى يفراني بلا حاجه سبحان الله العظيم ما كاينش عود اللي عمره دخل في الفراجه بخير ما عمركم كنتو شي نهار كتبوردوا عاد تملص وسطكم شي واحد بشي دحش الدحش ما يدخلش لبلاصه الفراجه هذاك العواني كيكون مع العاويين كيكون عام الفراجه كتكون مع الخيل ودحش العواني كيكون في الخلا عاد الخلا تبارك الله انا اسمح لي بالحل القمة على بعد عليك اخبارك كي داير صحه بخير شو الصربه دخلت وانت بقيتي هنا ولا نعم الصربه الكبور كبور الكبور ديالي اللي صغار حنا شي باين تقادات تقادات الحضره الدور ديالنا تقادام كريم شحال عمرك الوليد 1933
33 عندك 83 عام 83 عام وشحال باغي تبيع؟ نعم شحال باغي تبيع؟ باش ما قلت بغيت ناكل دينار مزيانه كرهتي 100 كرهتي 100 فوت 100 ليه؟ ايوا فوت 110 واش كنتي بار ديال الوالد؟ كنت بار ديال كريم ها بار ديال ولدي دابا بار ديال شمن عام ركبتي؟ ركبت 1960 1960 على 27 عام ركبتي 27 عام ها قبل عام قبل قول شمن موسم ركبتي فيه؟ كل شيء الاول الاول اللي في مكناس الشيخ الكامل الشيخ الكامل ايه الشيخ الكامل بين حمد ايه ايه سباته الهديم الهديم الشيخ كله ركبتي فيه اه تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يرحم والديك الله يحفظك الله عليك الله يطولنا عمرك الله انا ما بغيتش لك على 83 بغيت 103 اعطيني 110 بغيت اسمك الله شريف صاني عبد الهادي صاني عبد الهادي قالوا لي انت هو اللي كتصاوب المكاحل انا اللي كتصايب شحال هادي انت كتصاوب المكاحل من كنت صغير كنصاوب مع الوالد كان مع الوالد وارثه وارثه والديش كان سميكتو صاني ابراهيم انتوما في العونات لا انا من جمعه صحيم من جمعه صحيم شحال انت باش كتصاوب شحال خاصك من النهار باش تصاوب وحده هادي خاصك 8 ايام ولا 7 ايام 8 ايام ولا 7 ايام مناش كتصاوب هاد الجاب كنجيبو من كيجي من برا هاد الجاب هاد الجاب يجي من برا زيد سير كوموند كيجي على حساب هادشي وهذا هاد البيض هذا رباطي كنصاوبو الرباطات رباطات رباطات زيد هذا شنو تسمى هذا هو القرص هذا هو القرص هذا القرص زيد هذاك تكون عامره ونعودو نصبحو في موسم اخر الوزناد هذا الزناد وهذا شي تسمى هذا الحاضر 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 الله هذا الله زيد وهذه اش كتسمى الرايه الرايه كيضربوا بالرايه الرايه ها وهذه ميكا يضرب هذه بلاستيك ميكا زيد هذه شحال في عمرها دابا ودي في عمرها باقا جديده باقا جديده يلاه مصوبه شي 3 سنين بحال شي 3 سنين شحال تدي دابا المكحل شحال كدي دابا الزناد كيطول العود على حساب يتهرس والجعبه تقدر تضرب 15 عام 20 عام في هذا الوقت ديال دابا 20 عام 15 عام 20 عام شحال كدير دابا هذه الكحله؟ كدير شي 5000 درهم 5000 درهم؟ حتى 6000 درهم لا 5000 درهم 5000 هي 100000 هي 100000 وسيدي تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك يا صاحبي شاونا القاسم على الأحلام للطائر الحر هذه الزاوية التونسية أي أنا من زاوية سيد تونسي زاوية سيد تونسي وهذا الموسم ديالاش هذا سيدي كيتسمى رجال العونات موسم رجال العونات موسم رجال العونات شحال مصربة كاينة هنا كاينة سيدي 31 صربة 31 صربة اي نعم سيدي الصربة شحال فيها من باردي فيها سيدي كاينة سيدي عدد الخيول عدد ديال كتمشي 16 18 16 18 في الصربة الصربة شحال هي 30 31 علام 31 علام علام في 16 شحال 16 شحال ايوا ما حاسبش تاع ما حاسبش تاع باردي تكون 300 ما بين 300 و20 330 فارس 16 30 غتلاقي 480 فارس شحال جات تاع الحريره غير 480 وشحال يقول لك الفياج ديال الحريره قول لي الموسم اللي كتمشيو ليه نتوما من غير هذا ديال العونات كنمشيو سيدي سيدي بارك الغريب سيدي بارك الغريب هذا اللي فين كاين ستاتي ستاتي زيد كنمشيو سيدي للجعفريه اللي قدام سيدي بنور سيدي بنور جعفرية زيد جعفرية مولي عبد الله هذا كتمشيو ليه كنمشيو لمولي عبد الله زيد كتمشيو لهذا ديال جديد ديال المعريض المعريض ها
هذاك اللي كيكون فيه المغرب كله. المغرب كله هذا كتمشي ليه؟ كنمشي ليه. زيد كنمشي سيدي لسيدي غالم. سيدي غالم زيد اييه زيد سيدي غالم هو اللي قريب رحامنا. قريب رحامنا زيد. كنمشي وسيدي الخميس القصيبه. خميس القصيبه زيد. نعم زيد. كتمشي للبنقرير. البنقرير لاربعة الصخور. لاربعة الصخور زيد. ولاد سعيد. ولاد سعيد الشاويه كتمشي. كنمشي لها. ها هي سيدي. كتمع عمرك شي نهار درتي زدت سوى على سوى الله والو 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 ما مقطعتي لا والو. كان كنكرف الركاب على حدو. كتكرف الركاب على حدو كاع يديروا جوج قفضات وانا ندير الركاب على حدو. كتزير. كنزير باش تعيش مخير. مخير قول لي يا شري من شو تتركب؟ شي ناس سولوني قالوا لي 50 عام وتتركب ما كبرتي ما تزلطي ما كبرتي في العمر ديالك ما تزلطي. قلت لي عينك في حافرك على حبيبي مالنا على الحال اخويا شتي فين هاد قلب لك على الزلط. قال لي باقي شبعان لاباس عليك تحمد الله وتشكر. قال لي بخير بفلوسك بخيرك باللي ليك تهلا في الناس وما كبرتي ما والو ديما نشوفوك بحالك. دابا انت اما سبق لك ولدك ولا العود؟ وصحيبي العود عزيز عز من الولد. وعزيز صاحبي العود اللي قال لي عزيز عليك شناهي يلدهم. انا يلدهم والدي اللي تركب عليه. حاجه اخرى ما تليقش لك؟ لا بعد ساعات كيجيني حجر الواد نوار الفول. واخا حجر الواد نوار الفول. نوار الفول شكون العلام اللي ما بغاش يتنسالك من نهار خلقتي؟ شي علام داز هنا في العونات والناس ديال الدكوالة داز سيدي داز سراج الدين الحاج محمد. سراج الدين الحاج محمد. الحاج محمد اي كان خيال. كان خيال من بريت سيريس. كان يقول حافظ الله الخيل كتغير الخيل كتخاف تحت منك. ها الحافظ ربي الخيل كتغير. الخيل كتغير. اه دابا شنو اللي كيقتل للمقدم بعد يبداو يصفقوا الناس كيحس واهلي راه يعود فين واحد الدرجه عاليه كينشط كيروح ناشط كيفرح كيفرح وبعد تبهدلو اش يطرالو كيروح ناكد ما عاد ولا خاطر لا قانا لا والو. هو اللي كتهبطو من العود وكتقول ليه سير مع سير سيدي مع الفراجه هذاك اللي خسر لينا كتهوطيه يمشي مع الفراجه. يمشي مع الفراجه تيشوفوا الناس كاملين فالكم زغاريت. الحمد لله الحمد لله بادي تبارك الله عليك. هذا كنقولوا ليه كاس برزتو. هاد الرزة انتوما كتقولوا ليها الزبود أيه. ولا الكشكوشه كنقول لها الزبود ولا الزبود والرغوه. والرغوه أيه. الا ما كانش فيها الرغوه والزبود الا عطيتو للانسان يقول لك هذا مقطوع ما بغيتو. هذا اتاي مقطوع أيه مقطوع يقول لك ما بغيتو. خصك تكون في هذه باش يشربوا الانسان عندنا حنا ماشي قاد المجاج الراس. الراس دابا انا ما شربتوش انتوما ما كاين تعال. لا لا ما شربتوش تفختو عندنا. ها تفختو خصنا نشربوه وخلاص. خصو الوقت ديالو. الوقت ديالو الا ما شربتوش ما كاين تعاد. خصنا الوقت ديالو العصر والصباح والظهر. وعلاش ما كتعمروش الكاس؟ لا ما الكاس ما نعمروش يبغوه لك كيردوه عليك بيدنا تيطي غير النسمه صافي. غير طعمه خاصها النغمه. خاصها غير النغمه. الا ما كانش من غوم ما كاين تعاد. لا لا داك العامر بزاف ما يشربوه لك يردوه هذاك ديال الخبز. هذاك ديال الخبز صافي صافي داك الشيء اللي كاين. مولود انت المقدم ديال الصربه؟ اييه. ها نعم. الصربه ديالكم سميتها شوعته فرسان ايت الحسن. فرسان ايت الحسن. وانت هو المقدم؟ انا هو الرئيس. الرئيس دابا انتوما كتبوردوا على العودات. على العودات. علاش ما كتعودوا علاش ما كتبوردوش على الخيل؟ لا حنا دابا عندنا الطبوريد ديالنا كنخوت تحت خصنا عود عندنا الناتي السرعه اكثر من العود. ها العوده كتجري اكثر من العود. ما عنديش السرعه ديال العوده. العوده اكثر. حنا دابا العود جايه مشور ما كنعرفوش باش ندخل تحت. عندنا السرعة أكثر من العود وعندنا السرعة الناتي بزاف. ها باش نصيبو حنا نخو. وعلاش كتخو نتوما في الأرض وما كتخوش الفوق؟ لا حنا كنخو ديك الساعة قال لك بكري كاين العدو. أيام الناس كانوا يتحاربوا بالخيل. أييه كان العدو تحت وخاصك
تخويت تحت الى بالك العدو ضربوا كاين اللي كانوا الخنادق اي كاين العدو القدام وكاين اللور كتخوتو مع اللور كتخوت القدام كتكل هذا القدامي وتكفل على هذا اللوراني هذاك شي علاش باش ما يضربك وهادشي اللي كاين شحال هادي وانت في هذا الشيء ديال الخيل من 69 من 69 14 عام ركبت عنده ما عمرك طحتي واه طحت شحال خطره طحت ما عمر فمك بقى في التراب لا ما غبت كاع محقور اسنان ما كاينينش اول باقي اين موسم طاحوا فيها الدرازن طاحوا في قلميم طاحوا في فني طاحوا كل بلاصه طحت فيها ما نكذب الموسم اللي عزيز عليك تمشي ليه تتم كامل المواسم الاولاني اللي عزيز عليك كامل ما عندي عزيز عليا نمشي لقلميم ويفني الموسم ديالي هادو اللي عزيز عليك هادو مزيانين سي مولود دابا شنو قال الخيبه في الطيوح واش طيحة ديال الجمل ولا طيحة ديال العودة طيحة ديال الجمل خيبة خيبة واش حيت عالي عالي وكتجي مجموع كتجي العودة كتجي مكبوب كتجي مكبوب على وجهك ما فيها خيبة صعيب العودة راه تجي شوية بعدها طايح بلاتي شوية دابا هاد اللبسة ما كتبرزتكمش لا غادي نلعبوا بها كيف كتحزموا تحزموا عليها ونديروا عليها السلام الكحل ونبقوا نلعبوا بها تنسال تكفوها فوق العود ماشي مشكل كتشنق بحال هادو اي كدير بحال بحال هاد نفس جمع اي بحال هاد الدراري ما كايناش جري بسم الله تعال شريف تعال السلام عليكم عليكم السلام كيدير با الحمد لله كلشي بخير كلشي بخير صحيحه بخير طول عمرك كلشي مزيان على قد لاباس بخير الله يطول عمرك شحال ديت تفاد شي ديال الخيل وتقريبا من 79 80 بديتي بديت ها لقيتي هذا كاين لعبت معاه انا اصغر منه شويه في العمر ولكن لعبت معاه لعبت معاه في الصقه في السربه ديالو دابا نتوما هذيك ملي كتبداو تخويو قدام اش كتسميوها نتوما كان خوهم طوبسين طوبيسه كتسمىو طوبس اه مطوبس زعما تكفل تحت اييه زيد كتطوبس ملي كتطوبس يقوموا العماير خاصك تعود قفز مع المدفع ديالك باش تقلبوا هاد القلبه بحال هاك فم الجعبه في السماء زيد وبالخفه وترد ليه البال ما تضرب صاحبك وسمو علاش كتراجع المكحله كتراجع جاب الله كطيح الزناد مع المكاح الاخرين ما كتنوض معاهم في هذيك الدقيقه كتعقبهم بواحد السكون كتنوض عقبهم خاصك تعود خفيف باش ما تضرب صاحبك وما تضرب العود ديالك دابا المدفع عندكم هو المكحله هو المكحله هو المكحله هو المكحله حنا كنقولوا المدفع وانتم تقولوا المكحله دابا حنا ملي كيخرجوا الناس ويخرجوا يجيبوها وطره كيصفقوا الناس انتم اش تقولوا القرده القرده هذيك القرده هذيك هي القرده القرده هذيك يعني دفعه معلومه كنقولوا حنا هذه دفعه معلومه شريف اسمك الله سيدين حسين بو حمو حسين بو حمو اش من مدينة توما مدينة العيون الساقية الحمراء مدينة العيون الساقية الحمراء العيون عينية الساقية الحمراء ليا شحال توما في الصربة ديالكم شحال فيها تعب شحال فيها من خيال فيها 20 خيل ولكن هنا جبنا غير 17 17 وتبارك الله عليك الله يبارك على صافقوا ليل دابا نتوما اش كيعجبكم تبوردوا على الخيل ولا على الجمال احنا كنتبوردوا على الخيل ولكن عاوتاني الناس كاينين الناس عندنا جدودنا والوالدين ديالنا وعمامنا كيتبوردوا حتى هما على الجمال وين ما كاينش البارود البارود لا حيت الا داروا البارود الا داروا البارود لا الجمل ما تشدو مازال ما الجمل غيعود هنا جيت اليوسفيه ما كاينش ما غيدوز كلشي على هاد الشيء دايم الاخر ما يوقفش ما يوقفش الجمل ما يليق ليه بارود البارود لا الخيل ليق ليه البارود اي ها نتوما نتوما كتبردوا على العوده كان يد لجدودنا كان الحروف قديم الزمان هما كيركبوا على العوده
العودة ما كديرش الحس. واخا تشم الريحة ديال الخايل ولا ديال البنادم والو ما كديرش هي الحس. إلا ركبتي على العود يقدر يحنحن غار يشم شي ريحة ولا شي حاجة ولا هذي كيحلحل كيغوت العدو ديالك غادي يسمع يفيق بك ويوجد لك ويوجد لك ماشي بحال العودة دايزة صامتة. العودة كانت مشي صامتة وهي كتجري. ملي غادي نتبردو أنا كنمقدم كنقول بسم الله بسم الله حفيظ الله المكاحل والمكاحل انزل انزل جمع الخيل واجمع الخيل ارقب ارقب احافظ احافظ امي انتي فرش عرفت يا حسين بغيت الحق عليك وين خفت قرجه وتي تمشي لي تبارك الله عليك هذيك 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 الزاقيه ديال الجبال واه الزاقيه ما كاينش عاوده تا شكون قرصك باش اسمعك عاوده تتا عادك عادك تشرب عجبتني الولاية أمريكا هذه قتلت في أمريكا برا برا ونيجي وانت دابا كتقلبها على قبل الناس يخرجوا الخريجة مزيانة علاني كيخرجوا الضربة مليحة معلمين المعلمين الباردية المقدم الجيد هو اللي كيعجبك انت هذاك الشيء علاش كتمرغ هذاك الشيء علاش كتمرغ انا ها الضربة راه كانت مليحة والتمريغ كيدير لها التقليبة كيدير لها ها كتقلب كتقلب بلاتي بلاتي الله يرضي عليك عاود لي العجينه قلبها قلبها عاود العجينه ولي هذه عجينه فيها هذه لاش هذه دابا لايقه هذه كديرها المراه الحاذقه والمراه اللي كانت عيانه كدير بحال هكا وهذه اللي كتهضر فاش هذه وبنات اليوم كيهضروا في التليفون فين انت وشكون معايا زيد وتعجني الناس شكون معاك هكذا حتى الكلام ديال المقدم يعني فيه رسائل وحده وحده يثبتوا الخيل الانطلاقه موفقه ديالهم لا بان لك شفتي قلت لك العاطير راه ما كاينش كلام لانهم هما كلهم تيحسوا ببعضياتهم الخيل ديالهم مزيد عليهم تعاون السربه متكامله ما عندها شروطها ديال الركوب
تيحترموا المقدم ديالهم. كيبانوا لي مطحوش الرجال الكبار. لا 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 الناس دابا كيتفرجوا كلهم تيتفرجوا كيضربوا العصايب مع الارض. الغديد الغديد هودوا من 40 ولتحت. اللي ما كيحسش ما يلعبش ما يقدرش يلعب. شوف شوف الفرح. لأن هذا نوع من الفرح داخل المحرك. فرحوا. تبارك الله على بال هنا وات. تبارك الله على الشريف. هذه طقوس ديال الفرجة، طقوس ديال الفرجة، طقوس ديال اللي ما بقاش يعبر على المواطن العادي تيعبر على هذه الإنسان المتواضع هذا. هذه ظاهرة ثقافية تراثية، كان المواطن المغربي الحقيقي كان تيعبر بهذه الطريقة وسط المحرك، كانوا تيحرقوا العصايب، تيحيدوا عصايبهم وتيحرقوهم. يعني العلاق ديال الفرح وديال العشق ديال التبوريده. العصابه هي اللي احسن شيء. هاد العصابه هي الملك الوحيد لعند المواطن المغربي اليبوك. ويحرق بها يحرقها ويضربها على الارض. تعبير على الفرح، تعبير على الفرح. تبارك الله على بال هذا الرجل الرائع هذا في وقت جائع. تبارك الله على الفرح. الوليد اسمك الله؟ اسمني احمد. احمد؟ نعم. مشهور بالهناوات؟ مشهور الا بالهناوات. بالهناوات مشهور في دكاله كامله ولا المغرب كامل؟ المغرب كامل. شنو هما المواسم اللي كتمشي ليهم؟ كنمشي لمولاي عبد الله هو الاول. الكبير؟ مولاي عبد الله هو الاول. انت كبير تمشي للحاجه الكبيره؟ كنمشي لشيلي بوحيا مولاي الحدره. زيد؟ اربعه بالشهر اربعه البدايه. قلعه سراغنا. هذاك جدنا كنمشي ليه دائما. كتمشي لقلعة سراغنا؟ نعم. الموسم؟ المواسم. زيد المواسم ديال الدكالة أين هما اللي كتمشي ليهم؟ كنمشي لمولاي عبد الله. زيد؟ من مولاي عبد الله الجعفرية. زيد؟ سيدي بارك. زيد الغريب. سيدي بارك الغريب. زيد. وكان زيد سيدي لأربعة العونات المهرجان. هذا اللي فيه حنا درك. اللي فيه حنا درك. زيد. وكان زيد سيدي المواسم ديال بني فو. زيد. سيدي علي محمد. اثنين الغربية زيد. اثنين الغربية. زيد. وعاد الثاني المواسم اي تيمور شلوح. هادو كنديرو في شهر جوج وشهر واحد. الوقت اللي تكون راقده هنا تمشي عندهم تما. عندهم تما عندهم ميزانيه تما عندهم. عرفت انا تابعه التعبيه. تابعه التعبيه بحال بحال التليفون. نعم. صافي. والناشط تابع الناشط البليه راه بليه. ولا بدا. هادي واحد 20 عام باش تعرفتي انت في هاد الحرفه. 20 عام. بعد البارديه كيجيبوها مقاده كتمرغ حتى في الطراح. كتمرغ عليها. علاش زعما؟ ها؟ علاش؟ هوايه فيا. كتفرح؟ كنفرح وكان الدم سارح فيا كثر. كتدردب؟ كندردب. كتخلط مع التراب؟ كنتخلط مع التراب وكنتعجن. كتعجن؟ كنتعجن. كتولي؟ إلا كانت ضربه مدبوحه. الهشاميه ديالك كتوقف. الشوق ديالي كيوقف مع هذيك الضربه. ناضيه؟ ناضيه. وإلا ما كانت ناضياش ما يشوفوكش. إلا كانت تلفتها جي نغضب عليها. الله يرحم الوالدين. هي باش كدير لهم زيرو 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 في التراب كروة زعما ما لايقينش. راكم ما لايقينش. نعم. واخا بعد كتمرغ ويحلق معاك المقدم. هذاك شي كلام خر. كيفاش كلام خر؟ كلام خر عبالي نشطني. كتزاد فيك نقدة. كنعون سرعة 100. او 100 في الساعة. 100 في الساعة. كتعود إلا كنتي تمرغ جوج مرات تعود خمسة ولا ستة او كثر 10 كاع. كتدوبل. كنترولا. شحال شديتي التمالي شديتي كثير مع هاد الشيء علام شحال؟ 40000 هذاك 10000 ولتحت 100 درهم. مزيانة. 50 درهم. صحاب الفرانك ما تقبلهم شتا. هذوك صحاب الله. سميتهم؟ اللي. اصحاب اللي. اصحاب اللي. ما يليقوش لك اصحاب. ما يليقوش لي. هادوك ما يليقوش لك. نعم. هادوك ما هادوك باش تمشي للحمام. أبا. أبا. عاطيك باش تمشي للحمام. والو. العلبة الصوتية. حسب العلبة الصوتية. الله يرحم الوالد. أي. ما تخدمش لي التعبية. لا وتقول. ما كاين كان شد التليفون. والو. قول. ما تسيقش لي الخبار. ما تسيقش لي الخبار. الوليد دابا كنشوفوك أنت وكنشوف واحد السيد خر كيهرس القلل. نعم. تا هو سميتو التامي. نعم. معروفين بجوج. معروفين. مشيتو بجوج جيو بجوج بحال الحلاقم. بحال الحلاقم. تا كتمرغ هو يهرس. هو يهرس. وشكون يخلص؟ يخلص اللي دار الضربه مليحه. وشكون اللي يتخلص؟ انا نتخلص. والراجل الاخر تا هو كيتخلص. تا هو كيتخلص. وانا مسكين غنهضر. انت غاتهضر هاكا بحال العلبه الصوتيه. الله يحفظك اودي.
تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. راك عزيز أبا. الحمد لله. الله يطولنا عمرك. أمين يا رب العالمين. موسم كيبانوا لينا جوج ديال الناس. نعم. واحد هز قربه ديال الماء. أيه. وواحد كيتمرغ في الارض. أيه. هذوك مش معروفين. معروفين هذوك على الصعيد الوطني ديال المواسم. معروفين في زعير. في كل شيء. معروفين في الشاويه. الشاويه معروف. معروفين كلها. في عبده دكاله. رحامنا كل شيء. ما مشيتي المغرب كامل. مشيتي مول القله وعمر اللي تيتمرغد. كلهم معروفين. كلهم معروفين. وين كيفاش البلان ديال القلة كيهرسها هو يخسر الفلوس؟ ديال القلة هذاك السيد سيدي تيجي بيكوب ديال القلال. ما تيهرسها الا على الصربة اللي ضربت مزيان. اللي عجباته اللي عجباته تيكون طالق ودنه زيد عاد تيفرسخها. وين شكون يخلصو؟ تيخلصو المقدم. شحال تيسير القربه ب 100 ريال؟ شحال يبيعها؟ تيبيعها ب 4000. ما كيصورش والو دابا. ما كيصور والو. بيكوب كلها ب 4000. بيكوب كلها. بيكوب شحال فيها من قله؟ وراه هاد زل بيكوب رفاياج. غتكون 1000. لا لا بزاف. 500. لا دير لي 400. تكون 100 ولا جوج جوج. نحسبوا لي شحال كيساوي. وهذاك اللي كيتمرغ هذاك هو كيفاش البلان ديالو؟ مع الطلقه لا عجباته طلقه مزيانه تيتمرغ عليها. ويني تا هو ب 1000 ولا ب 2000؟ تا هو ملي تايضرب المقدم دقه مزيانه تيتمرغ ويمشي للعاود ويجي قدامه ويشدو. كيجبد المقدم عاوتاني ديك البركه وتيعطيه باش يصب الحويجه. باش يصب الحويجه ويطيح, ويطيح ما تمرندي غفله يتمرغد عاوتاني. وسيدي تبارك الله هو ديما معانا عمر. وعمرو هرس قدامك حتى ودا 4000 عدد. والله ودي وحنا ديما معاه في المواسم. هي لو بغيتي تحضر زي نهار معنا تعالى. لا تاني غندير قول له ونجي عندك. لا تا عمر سيدي تبارك الله عليكم. الله يحفظكم. الوليدة سمك الله. سمك الله تامي. تامي. أي. تامي. منين أنت؟ أنا عبدي. عبدي. من قزولة. قزولة. كتمشي للمواسم دائما. أي موسم في المغرب. كتمشي لي. نمشي. ليش نهز هذا القرب؟ القربة تبليت فيها مع الخيالة كنبت في الوتاق. إيه. كنشربوا بهم الماء بحق. زيد كنتي تشربوا بهم الماء في الأول. في الوتاق. زيد شوية. شوية قال لي راس البقدر صغير. زيد قال لي هز القلة وسير هاد الخيالة. بعد يجيبوا القرصة مزيانة. اضربها وهرب ورق زيد حالاتك. اضربها مع الأرض وهرب. هرب. ما يعرفوا شكون ضربها مع الأرض. شكون يضرب. شكون فرقع الله يعلم. الله يعلم. شدوني. لقطوك. لقطوني. زيد. لقطوني أنا الخوت سمور. أيش دري صغير هرس قلة على هاد القرصة كديرة. والقرصة كانت مزيانة. قرصة ممتازة. كنسموها هنا قرصة ممتازة. قرصة ممتازة. ماسة كي اللي كيسمها ماسة كي اللي كيتسمى ماسة زعما جات عل جيدة. قرصة ماشي مسرسرة. مسرسرة هذا قرصة بحال خرجت جابة وحدة. خرجت جابة وحدة بحال وحدة. كيقولوا لها بطونة وقيلة. بطونة. بطونة. كيتسموا بطونة. ورك على البطونة شعلت. شعلت. صافي. أنا ملي كنهرسك نقول لها كنقول لها
اه دق اخويا دق اه دق اخويا دق اه بوت هبوت وتسرس القله كتصير طين كلها ما يبقاش شي شلي واخا وشكون يخلص هاد القرب كيخلص الجمهور والخيال شكون هاد الخيال اللي كيخلصوها المقدميه المقدميه والجمهور كيتفرج من بعد كنتي صغير بقيت ديرها لا لا كنت مغنيش بقى نديرها تبليت تبليتي بها تبليت صافي صافي ولا يجيبوا لي القلال ايه يقول لي في ما كان شي موسم خاصك خاصك تهرسها تهرسها ورا لا ما عجبتوش الضربه بطونه ما يضربش ما يهرسش القلال ما نهرسهاش وخا تعطيني ليقني دابا هاد السي احمد تعرفيته ما كاينش واحد اللي ما نعرفوش المغرب هادشي ديال الخيال ويني هذا معروف هذا هنا مع هذا معروف السي احمد فردوس معروف السائل الوطني وليني كيعزكم وعزيزين عليه ها كيعاوننا وكيشجعنا وراني تنتوما خاصكم تشجعوني هاد الناس اللي كيديروا الفرجه في المحرك ديال الخيل والخير الا ما كانتش ضربه مقاده على حقها وطريقها كيسموها ما بطونه بطون واحد ما يدخلش المحرك ويدير الفرجه ما يهرش القربه وما يتمرمدش لانه تعبر على الفرح ديالو هادو بحالهم بحال الحكام اجود الحكام اللي كاينين في المغرب بحالهم بحالهم حتى هما الجمهور كيتفاعل معاهم حنا كمنشطين الا ما كانش البارود ديال الصح واللبس ديال الصح والاحترام ديال المحرك ما تيطلعش لينا نتوما ما كتحركوش ما تنتحركوش ما يمكنش يطيح لك الهام ديال ها هما جاوبوكم سمع هادي تحرحينا ديال الخيل هادي جاوبوكم وتبارك الله على العبدي الله يبارك فيك والله يكثر الطين امين ها وطي انا كل مخدمتهم معايا ديال المغرب الله يحرم تحرك سرينا الحلاقي سرينا الحلاقي تا واحد ما باقي ياك عز الخيل مرابطها وشنعتها ركبتها قاع ناس الموسم جمعتها ما عمر الخيل تتبدل محبتها دابا انتوما خيالة نعم سيدي ومعرا هنا في الموسم ديال جديدة ايه سيدي ديال الخيل ايه ما كاين عالتبوريدة ما كاين عالتبوريدة والنشاط والمواكل وكل شيء الحمد لله مبرعين مبرعين بخير الحمد دابا لله دابا العود أيه. مع مولاه خاوة تامة خاوة تامة بحال ولدو بحال ولدو وكاين اللي كيقولوا ولدي أكثر من ولدي أكثر من ولدي العود والولد بحال بحال لا مرض ليه العود بحال لا مرض ليه الدري أولا أكثر كاع أولا أكثر ما تيديهش النعاس ديك الليلة الليل كله هو مشطون معاه كاين اللي كيرقد حداه مسكين حتى يرقد حداه إلا مرض ويمرض تاعو حتى هو يمرض معاه وكيقولوا الناس إلا مات العلام ولا المقدم العود ديالو تا هو مسكين كيحزن تيحزن عليه ما تيصوم ما تياكلش حتى تلقى العود مبورش ماشي هو هذاك ماشي عادي وكاين اللي كيتبع الناس غادي لا سيدي هادي حنا حضرت عندنا هاد القضيه واحد السيد راه معروف عندنا في تماره الولاده سميتو الحاج دريس كان علام تاو علام من العلامه الاولين من المقدميه الكبار من المقدميه الكبار ما كاينش اللي ما تيعرفوش شيء تقول لي الحاج دريس معروف نهار اللي مات غادي الجنازه ديالو بحال ما هكا كي دخلت للطريق غادي الروضه زين كان وعد الموسم عامر وعد الكاميو تصدق معانا في الجنازه ديال القيل بحال بغينا يودعوه بحال لا ولا غادي معانا الموسم ديال الجنازه سبحان الله تاع الروضه حنا دخلنا الروضه وداك الكاميو زاد كمل الطريق ديالو وكنقولوا مني يموت العلام كيبدا يحفر العود تايبدا مسكين يحفر في برجلو كاينه وكاين اللي يبكي كاين اللي يبكي وحنا دابا لا ماش عندنا العود ولا شي حاجه تنبكيو نديروا ليه الجنازه العود يبكي العود هو مسكين تلقاه تيبكي لا اله الا الله نعم وكيقولوا الناس الشريف كيقولوا الناس الشريف العود دابا الا بعتيه كيدي معاه كل شيء كاينه الا بعتي العود تيدي معاه كل شيء زعما كتعقب اللور تعقب اللور من الناس ربما تعيش مع العود داك الرزق اللي تيكون مع العود اكثر من لبش العود بصح نيت العود تيطلب الراس وتيطلب الموليه ولا عندك العود كتزيد داكشي اللي كتصرف عليه كله مخلوف عند الله سبحانه وتعالى لانه هو يسبح لله واش كيقول اش كيقول كيقول الخير لمالكي الخير لمالكي وشرف له وقدرك داك الروت ديالو وداك الما ديالو كيزيد في الحسنات ديال المالك ديالو مولاه المولاه المالك ديالو اللي مالكو كيتزاد له داك الشيء في الحسنات ديالو إذن هو معاه الخير كيطلب المولاه يوميا ملي كيصبح الحال ولسان اللي كيملك العود هو والعود أشقاء
باش أشقاء، أشقاء بالعلاقة اللي كتربطهم بيناتهم. يجي مثلا من السوق ولا من شي مأرب كان قضى كيطل على العود كيمشي للدار كيقلب على العود واش خاصه شي حاجة، وهو كيعرف مولاه لأنه هو واعي وعنده العقل، عنده واحد العقل حاد، بحيث لخصات الماكلة كعيط لمولاه وغاينده بديك الإشارة حنحن ولا جيدي حنحن، عنده واحد حنحينة سبيسيال مولاه كيعرفه واش خاصه الماكلة ولا خاصه الشراب ولا خاصه شي حاجة. نشوف لك واحد المثال العاود تعرف مولاه كيفاش قلتي لي كل تحنحينه ديالو تتعرفها اش يطلب هو تحنحينه ديال المورد بوحدها وديال العلف بوحدها تحنحينه ديال الماء الا خاصو يشرب بوحدها وتحنحينه ديال الماكله وحدها وتحنحينه اللي تيكون هو ملاشط مع راسو بوحدها. قبيله سيدي هرب واحد العاود قطع وتبعوه الدراري قالوا له ظريف، واش كاين العاود القبيح والعاود الظريف؟ كاين العاود القبيح كاين العاود الظريف باش نعاودو العاود تيتشد لمولاه صافي صافي ما يشدو حد ما يشدو حتى واحد تيتشد لمولاه صافي حيت عارف مولاه وتعرف الصوت ديال مولاه يقول لي وقفت يوم. دابا الثمن الغالي العود الغالي شحال؟ العود الغالي واصل غادي يكون مليون لا 50 مليون شحال 50 مليون 60 مليون 40 مليون ملاح على الزين ديالو وعلى هاد القيفانه انا عمري ما ندير العود الجيد ايوا شوف الله سير ترقد بك كيما بقى عندك خير انت غنطيحها مع الغالين صافي انت شوف لك عليك بقى ما تعرفش الخير شوف لك شي بغايل صافي بارك الله عليك كيفاش قلت لي العود الكتيبه ديالو؟ الكتيبه ديالو كنز والركوب ديالو عز، لكن لسان راكب على العود وهذا ومخنطر وغادي كيكون عليه السر ومعروف وعاطي المنظر الى اخره، ولا كسبتيه راه كنز، تبيعيه ب40 تبيعيه ب50 يولد لك اولاد مع عود اخرى او شي حاجه لانك كتنقل منه وهذا كتولي عنده سلاله. دابا انتم البارديه الشانعين كتكونوا معروفين وخا تكونوا من قبيله اخرى قبيلة تعرف قبيلة وكتلاقاو في المواسم كنسمعوا بالطاهر الخنوفة. الطاهر الخنوفة سيدي هو الشيخ ديال الطريقة النصيرية في حمر، كما أنه كاين في كل بلاد شيخ ديال الطريقة هو الشيخ ديال الطريقة النصيرية، كاين الشيخ ديال الطريقة الشرقاوية الطريقة الرحالية الطريقة الخياطية كل واحد عنده الشيخ، كما هو اللي ما عنده الشيخ كيتسمى شيخ أبليس. كيقول لك الشيخ اللي ما عنده الشيخ شيخ أبليس. وهذا السيد مولاي الطاهر الخنوفة هو الشيخ ديال الزاوية النصيرية وهو متمشيخ عليه شيخين عليه. نعم كيفاش كديروا حتى شي ياخت شي ديرك واش يبخ لك دابا نعم واش يبخ لك في يدك ولا كيبخ لك في يدك؟ نعم سيدي كيقول هو اللي ما عنده 99 شيخ في الركوب ما عنده شيخ زي. خاصك يكون عندك الشيخ فين ما سمعتي شي واحد ركاب جيد تقصدو طلب منه الشيخ سيد خود البركه. ايه انا وسيبو شعيب ركبنا في الطوموبيل وخطنا على هذا الراجل مشيتو عندو عندو الزاويه الخنوفه الحمر عمر واحد الموسم وهو ماشي يركب جالس في الوطاق مع اصحابو دخلنا عنده جلسنا معاه وطلبنا الشيخ في الشيخه كيشد لك على يدك وكيعطيك توجيهات وكيقول لك اش ديري وهالحياه وهذا الشيء كيوصيك على الاصول ديال التبوريد هذه هي تاع الشيخ ملي كتطلب الشيخه وكيدعي معاك هادشي اللي كاين هو وكي كان هو كي كان كان واحد الراجل تبارك الله ما نقولش لي كيدو انا ما بقيتش نظره عيني بحال هذيك ليد تبارك الله ليد قداش بالصحه ليد كبيره وراجل تبارك الله باينه فيه انه دوز بزاف ومن الروايات اللي عليه انه كان كيهز ب 100 عود 100 عود صربه فيها هو والمقدم ديالها فيها 100 عود 100 عود يركب هو يهز بها يقرح ما كاين ديك الساعه لا باف لا والو صوته مسموع الركاب كلشي كيسمع بعد يغوت العالم يسيق الخبار بعد يغوت العالم كلشي يتصنت لي الركابه معاه كيمشيو مرتاحين كان صوته مسموع وشحال في عمره؟ ازيد من 104 104 اه والله يرحم ابا امين يا حفيد يا حفيد Yeah.
كيف اسمك الله؟ بالحسن عزيز. بالحسن عزيز. أي جيات مراكش أسفي. شي الله يرحمنا. شي الله يرحمنا. آه. رحمني على بوجده. صخور ولا بن قرير؟ لا لا لحد راس العين. حد راس العين. أنت منك المراكش ليه؟ من المراكش. شتي هذا الربيع دابا اللي كان. أي شتي. هاد الصربات كاملين شتيهم. شنو الصربات شنو يدرك؟ الصربات أجمع الجهات في المغرب كاينين. شكون اللي شنا؟ كلهم المناطق ديال الجهة ديال المغرب كاينين. كلهم كاينين. كلهم كاينين الجهات. قبيلة شنا الصربة بعد كيخسرها شي واحد. أشنو خيديروا ليه؟ في الموسم كيعاقبوه ينزل ويقود العود قدامهم ويتموا غادي يتابعوه هو يحضر. يقولوا لي قول باي تقول هلاي طا يقول ويتم غادي ويعطر. أش يقولوا ليه؟ قول باي. كيعود عطار على خاطر. عطار على خاطر. زعما راه كان سايق حمار. هادشي اللي كاين. ياك هادشي اللي كاين. هو سرو. سرو راه خاصه. باش ما يدخلش وسط الباردية. أيه. باش ما يعاودهاش. أيه. من تما يحرم. من تما ماشي يحرم. كيباتي قرم باش مرة أخرى ما يخسرش. كيباتي يحارف نفسه. وكيتبهدل المسيكي. كيتبهدل هو ملي يعود غادي قدام الصربة ويقول بايد والجمهور يصفق عليه. باقي شي راجل هذاك تبهدل ولا بهدل. تبهدل ما عمرها طلعت لك انت. لا أنا ما عمرك عندي بايد. لا انا من النهار الاول طلعت علام الحمد لله. أيوة. تبارك الصربة عندك شحال من خيال عندك؟ عندي 22. 22؟ وشنو الموسم الجيد اللي كيعجبك تمشي ليه؟ احنا كاع المواسم ديال المغرب كنمشيو ليهم الا الشمال اللي ما كنمشيوش ليه. بعيد عليك؟ بعيد على البعد. على البعد. وما تمشي؟ نمشي. بعد كات الغد سامح راكب غادي للموسم كي كتحس؟ كنحس احسن ساعة عندك في حياتك. عرفتي الخزانة والقصارة والخرفة المشويين وانت ناشط مقصر احسن حاجة في حياتي. وبعد كتخرجوا وتجي متاوية. ملي تجي تخرجيها وتجي مساوية الجمهور يصفق عليك. وانت كيتقول لي واه فينك راه شكون اللي بغى يحبسك؟ يعود راسك واقف. كيحبسك ما يحبسك على الدبار. اصحاب الدبار هادشي اللي كتولي طول من رمضان. واه فينو رمضان راه قصير رمضان راه فيه 10 انت ديك الساعة راه تعودي طول من العام. تبارك الله الله ماضي ماضي. كيقولوا المغنية إلا ما تعرفش الخيل خود لك بغيل. والحاجة اللي ما تعرفش ليها سير بعد منها. وقرها. وقرها احترمها. بصح. أي ركب على بغلك وسير في حالك. كل حاجة عاد مواليها. كل حاجة بمواليها. عاودك هي الفسر اتباع في جيسر. جيسر. زوينة. نعود الغناء هذا. عجباتك. هذه عجباتك. هذه زوينة. هذه زوينة. وعاودك جواد. على ربيع الواد. مي مي. شحال عجباتك هذه جات متاوية. والعود الجيد بيت مقيد. والعود الجيد ديال محمد ديالك زعما انت. وراك معرش ابا. ايوا علاه بغيت نقعد بغيت نقصر على راسي. وليتي شاعل بحال الوقيده. وراك ترى وحده ليسانس كاع. تبارك الله عليك. تبارك الله. قول لي دابا بعد كتفرحوا. عام سيدي. وكتجيو نبغيو تنشطوا. شنو هي العيطه اللي كتجي مواتيه مع الخيل؟ احنا عندنا الحوزي. حوزي. كاين الدري وكي ابا. واللي كان نتفرجوا فيه ملي نديروا نطلقوا الكاسيطه ديال الدريوكي ونجيبوا الصينيه ونجيبوا اللوز والباب ونقعدوا. كاينه البرار دابا مع هذا البرار. وايلي بويا وايلي وايلي وعاده يا الخيل. لا حنا مزقورك في الويدان. شنو هي؟ مزقورك في الويدان. مزقورك في الويدان. راه طاحت الطياره من السماء كاين شي عداد هذا الكرق. وايلي وايلي عاده يا الخيل. Yeah.
هو العريش. تعال تعال زيد تعال البستي هاد الاومليطه وجيتي ورانا زيد يلا زيد مرحبا سي مرحبا وسهلا بخير. قول لي دابا بعدك تنشطوا تنشطوا وصافي والصربات دوز مزيان بخير ودوزوا سالمين. شنو هي العيطه اللي كتعجبكم ديال القايد العيادي؟ القايد العيادي شي الله يرحمنا هذاك هو الجدر هذاك الشيء زين زين بخير بخير كتفرحوا وتنشطوا بزاف عاد داك الشيء اييه ناضي دار برادو في قبو في المرشق ليه كبو داير برادو في قبو في المرشق ليه كبو زين قايد العوده قايد العوده قايد العوده قايد العوده قايد العوده بالمجدول قايد العوده بالمجدول زين مزوق القبه بالبرجي مزوق القبه بالبرجي ولا خرجي ها دخلي ولا خرجي ولا ترجي ولا ترجي بحال بحال ما بغيتي كي بغيتي ديري ديري ها دخلي ولا خرجي ولا قعدي زكاي صبر غير يقعد قدك انت الخيل حنينه وهمهامه كتيبتها ما فيها ندامه كتطلب ليك السلامه تحت قدامها الخير حتى اليوم القيامه